أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. عاما بعد عام يحمل اليمنيون آمالهم وآلامهم على أكتافهم، متنقلين بين أيامها وأقدارها التي حملت إليهم الحرب والمأساة على كافة الأصعدة. ومع كل بداية عام جديد يجدد اليمنيون آمالهم ويرفعون أحلاما جديدة رغم خذلان الأعوام السابقة لكل أحلامهم وآمالهم. وراء متارس الحرب وخيام النزوح ينتظرون ارتفاع رايات السلام والعودة إلى الديار، وخلف طوابير الانتظار الطويلة للمشتقات النفطية واسطوانات الغاز وأمام المخابز ومنظمات الإغاثة ينتظرون لحظة تستريح فيها أقدامهم من الوقوف الطويل. وتحت وطأة الحرب وتبعاتها من تدهور اقتصادي ومعيشي ينتظرون الخروج إلى حياة كريمة بحجم قلوبهم. عام مضى وعام يأتي، ولكن عجلة التغيير تظل واقفة، ورغم ذلك يظل التفاؤل قائما والرغبة في الحياة مشتعلة. كيف قضى اليمنيون عام 2019؟ وما هي أمالهم في العام الجديد؟ سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من بعض الشوارع اليمنية. نتابع. 2019 عام مشؤوم على اليمن وعلى الجنوبيين في الأخص في محافظة عدن، فكان عام فيه الاغتيالات، وكان عام فيه الأزمات بالجانب الخدمات العامة بشكل عام، الخدمات العامة، الكهرباء، خدمات المواطن، قلاء الأسعار، عدم صرف المرتبات. بالرغم من اتفاقية الرياض أجت وأكدت على أول نقطة من نقاط الاتفاق هي صرف حضور الحكومة وصرف المرتبات، إلى الآن لم تصرف مرتبات للداخلية والدفاع. كان عام 2019 بالنسبة لمحافظة عدن هو عام التصفية الختامية لكثير من الإشكالات وكثير من التشابك الذي كان والتداخل الأمني وغيره، حيث شهدت المحافظة كثير من الخنق الخدماتي إن صح التعبير من قبل الحكومة، كذلك كثير من الإجراءات العسكرية التي قامت بها أدوية معينة تأتمر بأوامر من خارج المحافظة، مما أدى إلى صدام عسكري حقيقي تمت السيطرة فيه للقوى التي تبدو لها حاضنة شعبية وقوة حقيقية في المحافظة، فكان توحيد العمل العسكري والأمني فيها. كذلك شهدت محافظة عدن تحسن كثير في الخدمات، تحسن حتى في صرف العملة بعد أن تدهورت. بالنسبة لعام 2019 شهد العديد من الإخفاقات بالذات في محافظة عدن والمحافظات المحررة الأخرى، وهي من حيث التدهور في الخدمات ثم بعض الانفلاسات الأمنية، وربما لا نسميها انفلاسات أمنية لأن هناك في أجهزة حكومية تقوم أو تتسبب في هذه الدواعي، وهناك يعني أشياء ظهرت اللي هي عدم النظافة وقلاء الأسعار، تدهور العملة. هذه الأمور أدت إلى إذا أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. أتمنى أن يكون عام خير مليء بالخير والصحة عليكم. مشاهدينا، نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ونبدأ مع عبد العزيز الفتح الصحفي اليمني المقيم في السعودية. مرحبا بك عبد العزيز، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. مساء الخير والعافية، وكل عام وانتم بخير. وفي البداية اشكر قناة بلقيس على تسليطها على مثل هكذا المواضيع. اهلا بك يا عبد العزيز. بالنسبة اهلا بك يا اختي الكريمة. بالنسبة للعام 2019 عام لا يختلف عن الاعوام السابقة، معاناة مواطنين، اوبئة، امراض، حروب، يعني هو لا يختلف عن عام 2018 و17 و16 و15 و14 للاسف، ولكن هناك اشياء كثيره جدا مرت على عام 2019، بدايه من انتشار الاوبئه في مناطق سيطره الحوثيين، وكذلك معاناه في الطرقات، معاناه في الكهرباء، معاناه في
المواطن اليمني قضى عام 2019 وكان هناك أمل أن يكون هناك تحسن في الأوضاع، ولكن لم تتحسن الأوضاع ولم تتوقف الحرب. لذلك يعني هناك شبه تفاؤل عن عام 2020، الناس يعشوا من الأعوام السابقة، لذلك لم تجد هناك تفاؤل بعام 2020. نعم عبد العزيز، رغم أن الأيام أو الوقائع على الأرض لا تبشر بأي شيء جديد ربما في هذا العام، ولكن كان من الملاحظ أن الجميع متفائل بعام 2020، وأتمنى أن يكون عام عند تفاؤل اليمنيين خاصة. عبد العزيز، أنت صحفي رياضي، كيف تقيم الأحداث الرياضية في عام 2019؟ الأحداث الرياضية في 2019 هناك مشاركة المنتخب الوطني في أمم آسيا في الإمارات، كانت مشاركة سيئة جدا للمنتخب الوطني، ولكن هناك فرحة بدأت مع الفئات السنية العمرية، مثلا منتخب الناشئين أعطانا فرحة وأعطانا أن نحن نسينا الحروب ونسينا ما يحدث في الوطن، تأهلهم إلى نهاية آسيا في أوزبكستان في البحرين، وكذلك منتخب الشباب تأهلوا لنهاية كأس آسيا في أوزبكستان. أعطت هذه الأشياء، أعطت المواطن فرحة وسعادة بعيدة عن الحرب التي في الوطن. ونأتي إلى الألعاب الفردية، هناك حققت ألعاب فردية سواء كانت في المصارعة أو كانت في أشياء، يعني هناك شيء في فرحة في الوسط الرياضي. صحيح. عبد العزيز، إذا ما تحدثنا بشكل خاص أمنياتك للعام الجديد على المستوى العام وأيضا على المستوى الشخصي، ورسالة تحب توجهها، لك الاختيار لمن توجه هذه الرسالة. في البداية أمنيتنا أن نلقى عام 2020 أن يكون عام تسامح وعام تصالح وعام وطن يتسع للجميع، ونرى الوطن يحتضن جميع أبنائه وعودة المشردين والمشتتين في البلدان العربية والغير العربية. ورسالتي أوجهها إلى أمراء الحروب وتجار الحروب أن يتقوا الله في شعب الوطن، في شعب اليمن، ويخرج الوطن إلى بر الأمان. نحن نريد وطن، نريد أمان، نريد أن نعيش بسلام. نعم، إذا عبد العزيز الفتحة الصحفي اليمني المقيم في السعودية، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من صنعاء، معنا الصحفية دينا النجار. مرحبا بك دينا، مساء الخير وكل عام وأنت بخير، وأتمنى لك عام كله خير وعافية. دينا، مساء النور أمل، وكل عام وأنتم بخير وكل اليمنيين إن شاء الله، والسنة جديدة مليئة بالسعادة والانفراج من الأزمة اليمنية يا رب. دينا، أنت في صنعاء، كيف كان عام 2019 بالنسبة للمقيمين في صنعاء، وكيف كان بالنسبة لصنعاء؟ يا عزيزتي، سأتحدث بشكل عام. ربما متابعتي وعملي الأخباري يحتم علي ذلك. من خلال متابعتي وقراءتي للأحداث خلال عام 2019، هو لم يكن بالجيد أبدا، كان عام مليء بالأزمات السياسية التي استمرت ولم تنفرج رغم المفاوضات التي حدثت. يعني الحاجة الوحيدة ربما اللي حصلت في 2019 هو أنه تراجعت عدد الضربات من التحالف، لكن على المستوى العام في صنعاء، على مستوى المحافظات، استمرت الأزمات السياسية، خصوصا ما حدث بين مجلس قوة المجلس الانتقالي ومجلس والشرعية. هدوء في صنعاء، هدوء جيد، ليس هناك كما يدعو إلى القلق ربما، لكن نحن نعول على الوضع العام، يعني ندعو إلى الوضع العام أن يتم وينترج، أن تعود المياه إلى مجاريها، أن تنحل. ربما هناك شيء مهم هو التراجع على التنمية البشرية. اليمن عادت إلى ما قبل 20 عام، وهذا
بسبب الصراع الحاصل من 2015، زيادة الأوبئة، وهذه كانت أكبر كارثة حصلت خلال هذا العام المنصرم يا أمل. ربما وصلتكم الأحداث خصوصا في إنفلونزا الخنازير أخيرا، وما قبله الكوليرا وحمى الضنك في تعز. هذه كانت كوارث بيئية طبية سيئة مرت على كل اليمنيين في كل المحافظات، لم يسلم منها أحد، خصوصا الفقراء منهم الذين لم يستطيعوا أبدا الحصول على قوت اليوم، فما بالش في العلاج. صحيح. هذا كان من الأشياء السيئة ربما التي حصلت في خلال عام 2019، ونتمنى أنها لا تعود في 2020. ربما هذه أصبحت أمنية الجميع. اقتصاديا تراجع العملات كما شهدناها، وارتفاع الدولار تسبب في أزمة اقتصادية سيئة، انعدام المشتقات النفطية بين الحين والآخر، هذا أيضا سبب مشاكل وإعاقات على المستوى العام. وأيضا الاستمرار في توقف رواتب الناس والموظفين، ربما هذا من أكثر الأشياء التي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. دينا، إذا ما تحدثنا بشكل خاص، كيف كانت عام 2019 بالنسبة لك على المستوى الشخصي، وأيضا أمنياتك للعام الجديد؟ على المستوى الشخصي كانت جيدة، ربما حققت نجاح لا بأس على المستوى الشخصي والعملي وفي المجال الإعلامي والصحفي الحمد لله. وأتمنى، لا 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 لست راضي على هذا الشيء، لأنه هناك طموح أعلى أيضا في الوصول إليه، وربما كانت الحرب هي سببت عوائق كبيرة. في العام 2020 هناك أمنيات، لأنه لا توجد أي قواعد أو أي أشياء تدعو للتفاؤل بأنها ستكون عام جديد، لكن على المستوى الشخصي نحن متفائلين، خصوصا نحن الشعب، يعني بعيدا عن الوضع السياسي متفائلين جدا. ربما ندعو أيضا إلى تجار الحروب، ولا أقول إلى أمراء الحروب، لأن الحرب الأمراء ليسوا إلا السلام. ندعو تجار الحروب إلى إيقاف هذه الحرب وعمل حلول سلام جذرية، العودة لطاولة حوار واحدة. بالأول والأخير نحن أبناء وطن واحد، وهذه الوطن تعنينا جميعا، ونتخلص أيضا من السيادة الخارجية على اليمن. وتمنى أيضا أنه أن أحقق كل الطموحات التي وضعتها وخططت لها خلال عام 2020 إن شاء الله. نعم، إذا توحدت أمنيات اليمنيين للعام الجديد، أصبحت أماني اليمنيين هو أن تتوقف الحرب ويتحسن الوضع، وأيضا هنالك تفاؤل دينا بالعام الجديد لدى الجميع، وأتمنى فعلا من كل قلبي أن يكون العام عند التفاؤل هذا. إذا دينا النجار، صحفية يمنية من صنعاء، كنت معنا، شكرا جزيلا لك دينا. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من رضوان الحبيشي، وهو الصحفي يمني. رضوان حبيش، صحفي يمني مقيم في الجزائر، مرحبا بك رضوان، مساء الخير وكل سنة وانت طيب. رضوان، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا يا شباب الاتصال برضوان. رضوان، هل تسمعني؟ إذا فقدنا الاتصال برضوان حتى نستقبل اتصال آخر في هذه الحلقة. نذهب لاستطلاع تعليقات الناس على موضوع الحلقة عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الفيسبوك، ونبدأ باستعراض أهم هذه التعليقات. معنا التعليق الأول من صالح السلامي، يقول صالح: قضى اليمنيون عامهم 2019 ينتظرون عودة الشرعية، وسينتظرون ذلك أيضا في عامهم الجديد. إذن أكثر شيء انتظره صالح هو عودة الشرعية، وربما لن يعودوا يا صالح. تعليق آخر من محمد العريقي يقول: تقدر تغير السؤال، كيف قضت 2019 على اليمنيين؟ لا شيء يستطيع أن يقضي على اليمنيين يا محمد، اليمنيين أكبر من أن يتم القضاء عليهم. تعليق آخر، تكرر التعليق،
إذن تعليق آخر لعصام محمد الأحمدي يقول: عصام، قضى اليمنيون العام 2019 بانتكاسات متتابعة ابتداء من توقف الجبهات مرورا بسقوط عدن بيد الميليشيا التابعة للإمارات وانتهاء بشرعية انقلاب الميليشيا من خلال وهم ما يسمى باتفاق الرياض. إذن عصام ركز على الجانب السياسي في العام المنقضي. تعليق آخر من علاء دينيش الذي يقول: على عام كما قبله، غياب تام للشرعية ومعاناة مستمرة للمواطن، وختاما أزمة اقتصادية وحوالات مرتفعة. أتمنى تكون سنة 2020 خير لكل اليمنيين يا رب يعلم. علاء الضافري أيضا يقول: قضينا عام 2019 على هامش الحرب والغربة وننتظر السلام. إذن على تعليق صغير مختصر مفيد. تعليق آخر لعلي العقاب يقول: قضى اليمنيون العام 2019 مرحلة تشتت وانقسام وصراع وفوضى وأمراض قاتلة وشبح الجوع فتك بملايين الناس. نأمل أن يكون 2020 عام رخاء وسلام. تعبنا فعلا، تعبنا وتعب يمنيون. وتعليق آخر لأنس عيسى يقول: أنس، بالنسبة لنا كيمنيين عام 2019 كان عام دموي بامتياز، رحلة غير مأسوف عليه، نتطلع في العام القادم لأيام قادمة أفضل، يسودها الأخاء والسلام، الإخاء والسلام. إذن تعليق أخير من أمل وحيش تقول: أمل، قضينا العام 2019 في دوامة لا متناهية، وهي تكملة لدوامة متسعة بدأت في العام 2014، وما يزال اليمني يبحر ممسكا بخيط من الأمل للخروج من هذه الدوامة بسلام، متشبثا بذلك بأمل العام الجديد 2020، فقد يكون عام السلام وانتهاء لعنة الحرب. نتمنى ذلك يا أمل، وكلنا أمل في ذلك يا أمل. إذن مشاهدينا الكرام، معنا بسام الزيادي من السعودية. مرحبا بك بسام، مساء الخير، كل سنة وانت طيب، عام كله خير وعافية عليك يا بسام. طيب إن شاء الله، ومساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين. أهلا بك بسام. أهلا بسام، كيف كانت معك 2019؟ 2019 طبعا كيمني أكيد معروف الجواب. طبعا انا كيمني مغترب. اليمنيين اللي في الداخل هم الاكثر معاناه، طبعا هم اللي يقدروا يوصفوا اصلا الوضع الحقيقي اللي كانوا عايشين فيه. صحيح، هم من يدفعون فاتوره الحرب. صحيح. احنا مغتربين طبعا، يعني على المستوى مثلا الصحي والمستوى المعيشي يمكن افضل. صحيح. لكن الوضع مأساوي بشكل عام. صحيح، على المستوى النفسي نحن نعاني على المستوى النفسي. صح يا بسام؟ بالضبط، المستوى النفسي مستوى صعب جدا. في ناس كثير مثلا تترك اعمالها مثلا في الغربه، يعني ما فيش مكان، ما فيش موطن اصلا تعود اليه. يعني كان اي واحد يترك، يعني مثلا يترك وظيفته بسهوله، ممكن خلال شهر يكون عاد للوطن وبحث عن مكان جديد. بينما الان الناس تبحث، صارت في الغربه وتبحث عن موطن كمان اخر، اغتراب اخر. فمشكله حقيقيه طبعا. هذه الاحداث طبعا اللي تم ب 2019 و 2020 تقريبا مش مبشر بخير كمان. في احداث عسكريه كثير تمت في 2019 مؤسفه طبعا، احداث الجنوب وفبراير طبعا، مقتل حمادي مؤخرا، يعني احداث اقتصاديه، دفاع الدين الخارجي مثلا تقريبا 9 مليارات دولار 2019. يعني خمس سنوات حرب. طبعا عمليا انتهت الحرب في اليمن اعتقد، لكن اثر الحرب هي الاكبر كارثيه. يعني بعد خمس سنوات حرب عندنا اوبئه، امراض منتشره، ماساه حقيقيه طبعا. أمنياتك بسام للعام الجديد على المستوى العام وأيضا على المستوى الشخصي؟ على المستوى العام طبعا كيمني كلنا نأمل أن الحرب تنتهي، تتوقف، والناس تعود لأنشطها. وطبعا الأمنية بصراحة بعيدة، ما فيش وقائع تقول أنه ممكن يعني بالعام الجديد أنه بيكون في شيء ملموس. ربما الحرب صح انتهت، لكن ربما يصير اتفاقيات، بس الاتفاقيات دائما تكون هشة. لحد الان اعتقد ما فيش وقائع حقيقيه انها تكون، لكن كلنا نامل انها تنتهي الحرب والناس تعود، و
المغتربين يعودوا، تشغل المطارات، يعني الحياة تعود بشكل طبيعي. صحيح. طبعا إن شاء الله نأمل كلنا. الأمنية الشخصية طبعا قبل ما الأمنية الشخصية طبعا إن شاء الله أنجح في الفشل اللي أنا فشلت 3 مرات في 2019 طبعا، والفشل بالنسبة لي هو طريق للنجاح وليس الفشل. صحيح صحيح. إن شاء الله أنجح في 2020 باللي فشلت فيه في 2019 وأحقق المستحيل إن شاء الله. ونحن يا بسام نتمنى أن يكون عام 2020 عام نجاح بالنسبة لك. بسام، بالحديث عن الاتفاقيات السياسية، في بداية كل عام يستبشر اليمنيون لعل الأطراف الصراع تصل إلى اتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة التي طالت وألقت بظلالها على اليمنيين بشكل مريع خلال هذه السنوات. بسام، بالنظر إلى الوقائع على الأرض، برأيك هل ستشهد 2020 اتفاق سياسي؟ توقعاتك في 2020 للوضع السياسي في اليمن؟ أنا أعتقد في 2020 ربما في وقائع كثير تقول أنه بيصير اتفاق سياسي. اتفاق سياسي بيكون بين اليمن وربما والدول التحالف، يعني بشكل عام ربما توقف الضربات بشكل نهائي، ربما تفتح المطارات، ربما كشيء، لكن هذا لا يعني ان الحرب تتوقف. هناك دائما بعد كل حروب تصير حروب اهليه، حروب طاحنه، صراعات بينيه قويه جدا. واحنا دائما متعودين اليمنيين انه كم اتفاقيات، يعني دائما بعد كل اتفاقيات تصير حروب. الان اتفاقيه الرياض لحد الان لم تنفذ، ربما تفشل، يعني اتفاقيه ستوكهولم صار لها سنه ونص. كل الاتفاقيات احنا لا نلتزم بالاتفاقيات. ربما الاتفاقيات مع الخارج بتكون ربما يصلوا لحل، بينما الحرب اليمنيه وهزيمه المشروع التلالي اذا لم ينتهي لن تنتهي الحرب. نعم. ولن يكون هناك اتفاق. للاسف. إذا بسام زيادي كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك بسام. مشاهدينا الكرام، باتصال آخر أيضا من السعودية معنا صديق البرنامج الدائم نبيل الفقيه. مرحبا بك نبيل، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. نبيل، هل أنت معي؟ مش مشكلة اليوم في الاتصالات نبيل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بنبيل. إذا مشاهدينا الكرام، حتى يعود معنا نبيل أو اتصال آخر في هذه الحلقة، نذهب لمتابعة الفيديوهات التي وصلتنا عن طريق الواتساب ونتابع. 2019 كان مأساة، مأساة وحزن. هو العوام 2018 19 المهم كان في أمراض قاتلة، أمراض التيفود، الكوليرا، والامراض جميعا حلقت علينا ب 2019، وحلقت علينا رواتب الموظفين اللي لم تصرف، حلقت علينا لحتى الحكومه ما نظرتش ل 2019، طنشت 2019 بالمره، انهت اسم موظف ب 2019 انهته، بعام 2019 انهت الدوله والحكومه الموظف والمواطن العام كامل من رواتب، من حقوق، من إغاثات، من وإلى. طنشت الدولة والحكومة. هذا العام كان عام مأساة بما تعنيه الكلمة. المواطنين روحوا من حمة الضنك، من الكوليرا، من الجلطات اليومية، من مرض الورام الوراثي هذا ورد. من سبب سبب التراكم اللي تراكمت علينا طول السنة من بداية العام الحالي. لا نقعد حبة دواء اليوم الآن بتصادف 2020. ايش اللي بنحصل ب 2020؟ بنحصل الموت للجميع، بنحصل الموت من الحكومه ومن الدوله ومن الشرعيه، انا اتكلم بكل شفافيه. 2019 زي الزفت. تمام، ما في مشراحه. بالذات من بدايه الحرب وصحت عام 2019 والان على 2000 قد احنا 2020، كيف بيكون قصتنا؟ كل سنه تجي زفت، كل سنه تجي اسوء من الاولى. كيف انا عام 2020 ايش بيطلع لنا؟ احنا نتمنى ان تكون دوله زي الناس. دوله تكون زي الناس، ما يفرقش على الاصلاحي ولا يفرق على المؤتمر ولا يفرق على نحن اخوان واحدين. تمام، ما يفرقش بين هذا اصلاحي ولا هذا مؤتمري ولا هذا
سني ولا ذا يكون ما كان. نحن معانا مطالب من كان من معاش، كان من قضية، كان من أي حاجة. نحن بجيزة، نحن أخوان تسعة، اعتصدنا واحد واعتقلنا واحد وربنا واحد. انقضى عام 2019 فيها من الهموم والمشاكل والأحزان. مدينة تعز محاصرة، وضع المواطن سيء جدا جدا، غلاء أسعار فاحش جدا جدا، كارثة بيئية من ناحية المنظافة، من ناحية انعدام الخدمات، ماء، كهرباء، صحة، تعليم، كل الخدمات المعيشية للمواطن يعني سيئة جدا جدا. رواتب منقطعة، موظفين 2019 منقطعة منذ 8 شهور، ومنهم من سنة ومنهم أكثر. نحن في عام 2019 كان الوضع كارثي بالنسبة لبناء مدينة تعز، سواء كانوا المواطنين أو الموظفين. عام 2020 نتمنى من الله تعالى أن تنفرج هذه الهموم وتنكشف الغمة عن هذا المواطن المكلوم الذي طحنته الحروب وطحنته الوضع الاقتصادي والمعيشي والوضع الكارثي اللي نحن فيه. نتمنى أن يكون عام 2020 عام انفراجة على المواطنين المحاصرين داخل مدينة تعز، والله نسأل الله التوفيق والنجاح. بالنسبة لعام 2019 قضيناه في مدينة تعز في وضع حرب، في وضع أزمة اقتصادية، موظفين بلا رواتب، الناس هنا ما تجوع، النازحين ما فيش معهم سلال غذائية، بالنسبة للسلال الغذائية تصل إلى البعض والبعض لا تصل لهم. نتمنى في 2020 أن يتم المعالجات من قبل السلطة المحلية من ناحية المنظمات الإغاثية لكي تستطيع أن تغيث المواطنين والنازحين بالشكل الصحيح وليس بشكل غير منطقي، البعض يستلم والبعض لا يستلم. إذن مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم تحدث هؤلاء بمرارة بالغة، وهذا ما يعكس الأوضاع السيئة التي وصلت باليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية. وكما اختصرت إحدى المتحدثات أن الحل لن يكون إلا بوجود الدولة. مشاهدينا الكرام، إذن نستقبل الآن اتصال آخر من القاهرة. معنا غسان البذيجي وهو أيضا صديق دائم للبرنامج. مرحبا بك غسان، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. كل سنه وانتم طيبين. نستغل الفرصه استاذ امل، اهلا بك غسان، نهنيكم بالعام الجديد 2020 لك ولكل طاقم البرنامج ولكل المشاهدين. اهلا بك غسان. تقييمك للعام 2019 بالنسبه للاوضاع في اليمن سواء كان على المستوى السياسي او الاجتماعي الانساني الرياضي، تقييمك بشكل عام؟ بالنسبه لل يعني نقول 2019 كان يعني عام مآسي لكل اليمنيين على المستوى السياسي والمعيشي والعسكري. وانا اقول لكم نحن مثلا نحن كطلاب يعني اسمه كان 2019 من 10 سنوات بالنسبه للطلاب المبتعثين في الخارج. بالنسبه للمستوى السياسي تقريبا دخلنا في نفق مظلم وخابر جديد وهو اتفاقية الرياض اللي لحد الآن ونحن يعني في مشاكل مستمرة بسبب الاتفاقية هذه. على المستوى الصحي مثلا زادت الأمراض وكثرت خرجت لنا أمراض جديدة مثل كوليرا اللي كانت منذ فترة، انفلونزا الخنازير برضو، كمان حجرة الكادر الصحي لو معك حد مريض ولا يحتاج عملية ما تلقيش حد يعني دكتور كويس يهتم فيه ويعالجه، ما تلاقيش مستشفى متكامل أو مستشفى مجهز عشان إنه يروح يتعالج فيه. على المستوى الرياضي برضو كمان يعني مآسي كثيرة. نعم غسان، بالنسبة أنك مواطن تعيش في القاهرة وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تدفق كثير للعديد من اليمنيين وربما هي الآن إحدى الدول العربية التي تشهد أكثر نسبة عدد يمنيين مقيمين فيها، كيف كان بالنسبة لهؤلاء عام 2019 في مصر؟ والله اليمنيين تقريبا الآن وصلوا تقريبا عددهم إلى مليون وأكثر من 1,200,000 يعني ما بين طلاب، مرضى، قادمين هاربين من او نسمى لاجئين هاربين من الحرب. مصر مشكوره يعني قامت يعني اكثر دوله عربيه احتضنت اليمنيين
واليمنيين بشكل عام عايشين في مصر يعني كأن بلدهم. صحيح. وأسهل أسهل مصر أسهل بلد يسافر فيها اليمنيين هي مصر. صحيح. ما فيهاش الفيزا والتعقيدات وال فبرضه كمان عيشتهم معيشتهم وتعاملهم يعني الحكومة المصرية سهلت كثير اليمنيين يعني بكل المعاملات حتى المستشفيات المدارس مجانية لليمنيين حاجات كثيرة يعني. تمام. غسان إذن شيء كان في 2019 تتمنى أن ينتهي في 2020 والعكس شيء إيجابي كان معك على المستوى الشخصي في 2019 وتتمنى أن يستمر معك في 2020؟ والله الشيء اللي كل اليمنيين يتمنوا أنه ينتهي وهو الحرب. الحرب. أيوة بالضبط يعني الحرب هذه ما يعني ما استفدت منها أي يمني ما عدا تجار الحروب طبعا. صح. اما كمواطنين المواطنين خلاص يعني ملوا وصبرنا والصبر مل منا يعني كلنا الان كلهم يدوروا على الامن وامان وانهم يعيشوا بسلام. صحيح. ما بغض النظر يروحوا 60 داير كل القيادات والاحزاب وهذول تجار الحروب. صحيح. هم المستفيدين الوحيدين فقط من استمرار هذه الحرب. اما الشعب اليمني يعني مطحون طح على كل المقاييس حتى على مستوى التجار واللوم أغنياء انطحنوا في هذه الحرب يعني لدرجة غير عادية ما بالك بالمواطن العادي. وأنت تشاهدوا كم يا مآسي وكم يا ناس ماتت من الأمراض ناس ماتوا من البرد من الجوع من بغض النظر عن الموت من القصف اليومي هذا والاقتتال. صحيح. على المستوى الشخصي الحمد لله نحن ندرس يعني ونبذل جهد غير عادي ومستمرين حتى لو كانوا مقصرين معنا الدوله وما تديش رواتبنا بس الحمد لله رب العالمين نحن في استمرار وما تبنى الاوطان الا في العلم. فنحب انهم يهتموا بهذا الجانب كقاده وكسياسيين وينظروا بنظرة خاصة للطلاب المبتعدين. إذا رسالة توجهها يا غسان بهذه المناسبة إذا عبر المنصة، رسالة توجهها للجهات المسؤولة وأيضا رسالة ربما رسالة تفاؤل رسالة دعم توجهها لليمنيين. والله أنا أوجه رسالة خاصة للقادة والسياسيين يا جماعة خلاص كفاية يعني يجب أن توحدوا صفوفكم. نحن زي ما قلت لك يعني بدل ما كان معنا مثلا اسمه الحوثي الان دخل جهه ثانيه وهو الانتقالي الان خلاص الجماعه نسوا موضوع الحوثي واصبحت صراعات ما بينهم بين الفصائل اليمنيه واصحاب الصف الواحد. فيا جماعه نشتي احنا نعيش نشتيكم توحدوا صفوفكم كفايه نحن نبدا الان صفحه جديده ومرحله جديده و2020 2020 ان شاء الله يكون يعني افضل مما مضى على كل المقاييس. نتمنى ذلك يعني نحن صراحه يعني كل الشعب زي ما قلت لك يحب انه خلاص ما عادش حرب بغض النظر عن منو اللي يحكمه ولا اللي ما يحكموش يشتي يعيش. صحيح. إذا أنا سعيدة بهذا التفاؤل الذي هو لدى الجميع، الجميع متفائل ب 2020، ما أعرفش ليش بس الجميع متفائل ب 2020 وأتمنى أن تكون سنة عند تفاؤل يعني من مبدأ الجميع التفاؤل بالخير تجده يعني هو ما في شيء بوادر أنه واحد يتفائل بس من مبدأ صحيح. التفاؤل بالخير تجده بس على غير العادة غسان اليمنيون دائما بالنظر إلى الواقع والظروف السياسية والظروف الاقتصادية السيئة التي يعيش فيها اليمنيون منذ فترة طويلة دائما في كل بداية كل عام يكون الناس يعني الى حد ما متشائمين او على الاقل غير متفائلين. هذه السنه غسان كان في تفاؤل لدى اليمنيين بالعام الجديد، الكل متفائل في سنه 2020 يمكن ان الرقم مختلف مميز. اتمنى يكون عام عند هذا يعني زي ما قلت لك يعني خلاص يعني ما عاد في شيء حل معه انه يتفائل ويتمنى من الله انه تتحسن الحال لانه مر بمعاصي كثيره يعني خلاص يا رب. إذن غسان البذيجي كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك غسان وأنت صديق البرنامج ونتمنى لك عام مليء بالصحة والخير وأيضا النجاح. شكرا لك غسان. إذن مشاهدينا الكرام اتصال آخر معنا رضوان حبيش وهو صحفي من الجزائر. مرحبا بك رضوان.
اهلا وسهلا اختي الكريمه، كل عام وانت بخير وجميع الزملاء في قناه بلقيس. وانت بالف خير رضوان. كيف كانت العام 2019 بالنسبه لليمنيين المقيمين في الجزائر؟ والله اختي العزيزه، بالنسبه لعام 2019 بالنسبه للطلاب المبتعثين الجزائر او المواطنين بشكل عام، صراحه هناك اشتياق للعوده للوطن ولزياره الاهل ضغط الظروف، لكنني استطيع ان اقول يعني بشكل عام ان المواطن البسيط في اليمن هو اكثر تضررا. اذا نظرنا للجانب السياسي، ان جميع الاتفاقيات بين الاطراف النزاع لم تاتي بجديد، اخرها اتفاق المبرم في الرياض الذي ما زالت بنوده معلقه ولم ينفذ منها اي. وفي اعتقادي الرابع الاكبر هو شئنا ام ابينا من هذا الصراع داخل الوطن هو مجلس الانتقال الجنوبي الداعي للاتصال. سيدتي الكريمه، ان الوضع السياسي تعقد على مر السنوات الخمس من هذه الحرب، انتجت لنا جيوش داخل الوطن او بالاصح مجموعات مسلحه. على سبيل المثال هناك جيش في مأرب وجيش في تعز وجيش في الساحل الغربي وجيش في الجنوب وحزام امني ونخبه شبوانيه وميليشيات حوثيه. كل هذه القوات تتبع جهات واطراف معروفه لنا جميعا، ولها القرار الاول والاخير في ذلك. لكن اذا نظرنا الى الجانب الاقتصادي اختي الكريمه، وتفكك النسيج الاجتماعي ايضا حدث ولا حرج في ذلك في هذا الشيء. على سبيل المثال هناك حسب التقرير الصادر من مجموعه البنك الدولي، نسبه الدين في 2019 الجمهوريه اليمنيه بل اكثر من 94% من اجمالي الناتج المحلي في اليمن، اي ما يقارب 10 مليار دولار. على الاسف الايرادات تذهب الى جيوب من اذاب الشعب، ايضا بويلات المجاعه وتكشف الامراض والاوبئه جماعه الحوثي او المسؤولين في الشرقيه حتى. في عام 2019 سيدتي الكريمه انخفضت المواجهات، نعم انخفضت المواجهات المسلحه سواء كان بقرار الاطراف الراعيه او الداخله في هذه الحرب، لانه بالقرح هو غياب الحل العسكري، لانه اذا ما نظرنا لن يكون هناك حل للازمه اليمنيه الا السلام والوطن يتسع للجميع. سيدتي الشعب يذاق معاناه والم وحصار وانعدام مقومات الحياه البسيطه. صحيح. مرتبات مجاعه ايضا انتشرت، العمله تدهورت، وفي المناطق الشماليه الكهرباء والغاز والبترول نادرا ما يوجد. وان وجدت ايضا هناك تكون باسعار خياليه جدا. صحيح. كما شاهدنا على المستوى الشخصي، اتكلم على المستوى الشخصي انا يعني بحكم غربتي في الجزائر العام الخامس. هناك جرح تركت الحرب جرح لن ننساه. فبعدنا عن الاهل والاصدقاء والوطن. صحيح. اثر سلبي على حياتنا اليوميه صراحه، كل شخص منا سواء انا وانت او اي من مغترب، الحرب اخذت مننا لحظات ومواقف كان المفترض ان نعيشها داخل الوطن. صحيح. لكن للاسف لم نستطع حتى ان نربي ابنائنا في داخل اسره كبيره، يعني افتقدنا حتى حنان الاب والام، يعني اجدادنا وابائنا اولادنا كان لهم حق ان يروا حتى ابناء ابائنا وامهاتنا. صحيح. لكن عقب الحرب واستمرارها الظالمه يعني استبعد كل شيء. صحيح. من المؤسف ان لا يتمكن الانسان من الرجوع الى وطنه، ان لا يكون له حق العوده، خاصه نحن الصحفيين والعاملين في مجال السياسة والصحافة لا نستطيع حتى العودة إلى بلادنا، لا نستطيع رؤية أهالينا المحرومين منهم منذ سنوات. نعم. صحيح العزيزة. أيضا حتى أن المواطنين في الداخل يعانون أيضا أشد المعاناة، خصوصا المرأة اليمنية، وأوجه لها يعني تحية كبيرة، يعني هي نموذج للصبر والكفاح. تمام. وتحمل كل أنواع الظلم، يبدأ أيضا يبدأ حتى من داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام. صحيح. يعني اتمنى انه تستمر في محاربه كل انواع الظلم وانواع القهر الموجود للمرأة اليمنية داخل الوطن. يا رب. رضوان حبيش، كنت معي من الجزائر وانت صحفي يمني مقيم هناك، شكرا جزيلا لك رضوان، شكرا انك كنت معي في هذه الحلقه. اذا مشاهدينا الكرام، اتصال اخير نختم مع محمد المياس من تعز. مرحبا بك محمد، مساء الخير وكل عام وأنت بخير، عليك وعلى جميع أهل تعز. كيف كان بالنسبة لكم عام 2019؟ مرحبا بك أمل، ومرحبا بجميع مشاهدينا.
الفضائيه. اهلا بك عام محمد. جديد علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. بالنسبه لعام 2019 مليء بالاحداث والمواقف التي زادت من معاناه المواطن بشكل عام، زادت من معاناه المواطن التعزي بشكل خاص. ايضا 2019 بالنسبه لنا وضح لنا حقائق ممن كانوا يدعون الوقوف مع الوطن والوقوف مع الشرعيه. هذا نعم اسمعك محمد تفضل. فخلال 2019 هناك الكثير من الاحداث والمواقف كما قلت سابقا، هناك الاحداث السابقه التي حدثت في جنوب نعم من عمليات انقلاب على شرعيه، وهذا الامر زاد من معاناه محافظه تعز بشكل كبير. فكان المنطق لمحافظه تعز هو المنطق الذي تعز عدن، والحالات الاخيره التي كانت بدعم رئيسي من قوة التحالف العربي نعم خصوصا دولة الإمارات، كان هذا الموقف الذي قام به التحالف شكل معاناة جديدة لمحافظة تعز، وأصبحت تعز محاصرة من جميع الجهات. نعم محمد، هذا أحد المواقف التي عانينا منه كثيرا في هذا العام. أيضا في محافظة تعز انتشرت الكثير من الأوبئة والفيروسات التي توضح مدى هذه المعاناة التي يعانيها أبناء محافظة تعز. فيروس حمى الضنك انتشر بشكل كبير في هذا العام. أيضا انتشرت العام 2019 فيروس جديد الذي هو انفلونزا الخنازير، وقد حضر كثير من ابناء هذه المحافظه. نعم محمد، على المستوى الشخصي كيف كان بالنسبه لك 2019 وايضا امنياتك للعام الجديد؟ المعد يخبرني انك كان لديك قصه تريد ان تشاركنا بها. بالنسبه لعام 2019 انا كوني كطالب في او ربما كطالب جامعي سكر لي معاناه كبيره. اولا الحصار المفروض على مدينه تعز شكل لي معاناه، حيث انني عندما انوي زياره اهلي في الحوضان اعاني كثيرا، فمنذ خمس سنوات ونحن ربما الاقي فرصه بسيطه للحديث مع اهلي او للقاء باهلي، وهذا الامر شكل لي شخصيا معاناه كبيره، وهذه المعاناه لجميع المواطنين في محافظه تعز بسبب الحصار. ايضا الوقت الان في 2020 نحن نتمنى ان يكون هناك مساعي حديثه من جميع الاطراف لفك الحصار عن مدينه تعز، وهذا هو امل المواطنين في محافظه تعز. هناك كانت المساعي السابقه في عام 2019 كانت مجرد مسكنات للمواطنين، فكانت سرعان ما تتلاشى الوعود التي تصب في فك الحصار عن تعز، سرعان ما تتلاشى في اولى القرارات التي تصدر عن هذه الوعود. نتمنى ان يكون هناك امر جاد لحل هذا لفك الحصار عن مدينة تعز من أجل عن التقليص من معاناة المواطنين في هذه المدينة بسبب الحرب والحصار. نعم، إذا هذه أصبحت أمنية الجميع. محمد شكرا جزيلا لك أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. توحدت أمنية اليمنيين للعام الجديد وهي أن تتوقف الحرب وتعود الدولة وتنتهي الأوضاع المريعة التي يعيش فيها اليمنيون منذ خمس سنوات، ونتمنى أن يحمل عام 2020 هذه الأمنيات وتتحقق. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر كل من تفاعل معي في هذه الحلقة، أشكر والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.